السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا مدرب واحد هاليلوزيتش كشف على السبب استبعاد نصر مزراوي وأمين حاريت في الندوة الصحفية اللي دارها اليوم عقب كشفه للائحة المنتخب المغربي المستدعاة لمباراة غينيا بيساو ذهابا وإيابا وأيضا المباراة المؤجلة ديال غينيا، بالإضافة إلى أنه قال في التصريحات ديالو أن المنتخب الوطني المغربي تطور معاه بشكل كبير جدا. ما نحرقوش المراحل وندخلونيش في التفاصيل ونبداو على بركة الله. قال المدرب واحد هاليلوزيتش: لأول مرة سأكشف عن هذا الأمر، لا يمكنني أن أثق في لاعب يكذب علي. نصير مزراوي ادعى خلال أحد معسكرات أنه مصاب كي لا يشارك في إحدى المباريات، بينما أكد الطاقم الطبي للمنتخب المغربي أنه جاهز 100% وليس مصابا. مثل هذا النوع من اللاعبين لا يعجبني ولا يمكن الوثوق به. رئيس اتحاد الكرة المغربية فوزي القجاع بدوره لا تعجبه بعض قراراتي ويسألني بشأنها، لكني مصر عليها ولو كلفني ذلك منصبي. كما تحدث واحد هاليلوزيتش عن استبعاده لأمين حارث لاعب مارسيليا بقوله: كل مرة تسألوني نفس السؤال، عليكم أن تعودوا لأرقامه مع المنتخب المغربي سابقا وأخبروني عنها. هناك العديد من الانتقادات تجاهي بسبب طريقة اللاعب، لكن عندما نشاهد النتائج فهي ليست سيئة في آخر سنتين. لا أرى أن هناك منتخبات كثيرة في العالم حققت نتائج أفضل من المنتخب المغربي. نحن نتطور. في أول معسكر لي اكتشف وجود بعض التصرفات السيئة التي ستتغير، هناك بعض المشاكل داخل وخارج الملعب، وحاول استدعائه دائما للاعبين جدد. قال واحد هاليلوزيتش: استدعيت الحارس سلم ساني رغم صغر سنه، لقد وقع مؤخرا على عقد احترافي مع تشيلسي وسترون انه سيكون يوما ما من افضل الحراس، انا متأكد ان مواهبه ستنفجر مستقبلا. اذا كان هذا هو التصريح ديال واحد هاليلوزيتش بالتفصيل، ولا جينا نديرو التحليل او الخلاصة ديال التصريحات ديالو غادي نخرجوا بثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى قال لك أن مزراوي كذب عليه وادعى أنه مصاب، ولكن الطاقم الطبي قال للمدرب أن مزراوي ماشي مصاب. هكاك علاش واحد هاليلوزيتش خدا منه هذا الموقف وبدا كيتجاهله؟ يعني ديك الهضرة ديال حامل الأمتعة ما كايناش بتاتا وما منها والو. أما ثاني نقطة ديال أمير حارث قال لك شوفوا الأرقام ديالو مع المنتخب المغربي، وبكل صراحة هذا جواب غير منطقي بتاتا. أعطينا السبب الحقيقي وراء الاستبعاد ديالو، لجينا نهضروا على الأرقام كما تقول راه 40% من اللاعبين اللي كونفوكيتيهم عليهم علامات استفهام كبيره، زائد ان امين حارث يلا عنده 24 سنه فقط وانت اصلا ما كتعيطش عليه، كيفاش بغيتي يكون عنده ارقام مع المنتخب المغربي؟ اما النقطه الثالثه في التصريحات ديالو انه قال ان المنتخب المغربي تطور معاه بشكل كبير جدا، والصراحه لا تعليق. اما النقطه الايجابيه في هذا الشيء كامل وهو المنادات على الحارس التلمساني رغم صغر سنه واللي غادي يكون مستقبل المنتخب في حراسه المرمى. وختاما كيبقى راي ديالكم كيف العاده، كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة.